خلي لك كلمة أخيرة سي هشام. والله أنا غايبين الناس اللي توقفوا، فما ناس كبار في العمر ما تشوف من 82 سنة وأنت جاي. المحامي هذاك اللي كان معناها في وقت من الأوقات خدم في الأزهر العكرمي، راشد الغنوشي، معناها الجلاسي، البحيري، شيماء عيسى مسكينة طفلة نتاع الكرامة، بصراحة سيف مخلوف الواه. معناها أنت معناها علاش تكبر في النفوس وتخلي في الناس لا درجة توا فاهمينك أنت، معناها أنت دو تشوف فيهم خصوم سياسيين يا أخي، الخصم السياسي اللي تحطوا في الحبسة معناها بالله راجعوا رواحكم، راهو معناها مش باش تدوم المدة نتاع القيادة نتاعكم نتاع تسير البلاد، راهو مش باش تدوم ما تدومش. معناها كيفاش تخموا، كيفاش تشوفوا في الأمور، فهمتني؟ شو نقول لكم أنا؟ احنا اليوم معناها قلت مسيطر علينا معناها الامارات معناها بدرجه كبيره، معناها في عن طريق وسائل الاعلام قاعد تدعم في وسائل الاعلام الامارات باش التوانسه يعرفوا. احنا ما عندنا الاماراتيين مساكن راهم بيدهم معناها صاير فيهم. باش نعطي معلومه اللي الوتله تبين الكشف انه الوتله في الامارات الكلها باش التوانسه يعرفوا، اللي يمشي يسافر لدبي والامارات راهم الوتله كل الغرف نتاع الوتله كل تحت تنصت المرئي والمسموع، باش يفهموا حاجه. في اسرائيل خايفين هم يجيهم حد على اساس يقدموا روح يهود ويعمل لهم عمليه، دونك شو عملوا؟ الوتله الكل البيوت الكل البيوت الكل تحت نصت. نفس التفكير عملوا في الامارات، في كل وتيل تلقى غرفه تتجمع فيها المعلومات هذه ويسمعوا عليهم الكل وبعدين يشوفوا حتى بدوره المياه حتى من التواليت. يا توانسة ردوا بالكم، اللي يسافر برا ينتبه راهم يسجلوا. ولا والمصب المعلومات هذه عند شكون؟ عند الاسرائيليين. معناها شيء غريب. نعم. معناها الامارات او النظام الاماراتي بالاحرى قاعد يخدم معناها خماس عند الـ عند الـ عند السلطه الاسرائيليه ني بلوس ني موا. معناها هذه الخطه نتاعو. نعم. وقاعد ضاغط على شمال افريقيا خاطر هو الباي نتاعو خذا البلدان العربيه اللي في شمال افريقيا، ومن هنا تفهم علاش قاعد يدخل في السودان ودخل في ليبيا. تعرف في ليبيا شمال طلع مسيره صينيه من قاعده ليبيه وضربت بها اكاديميه عسكريه، كان ضباط قاعدين مازالوا مدنيين، فهمت كيفاه؟ غير عملوا يتعلموا في النظام في المشي الكذا، وضربت المسيره دخلت في وسط المجموعه وقتلت اكثر من 15 واحد. راهو الجرائم اللي معناها اللي يعمل فيهم النظام الاماراتي راهم كيش يسمعوا عليهم التوانسه. وهذا بالله مره جايه معناها فما وثائقي تعمل معناها عن طريق البي بي سي ظهر لي بعثوا لي حد انا طلعت عليه والله قلبي يوجعني. معناها جرائم يعمل فيها تقعد بيت بدفع من طرف اسرائيل حتى البلدان العربيه تتلهى في النزاعات الداخليه نتاعها وما يتلاوش بها، فهمت كيفاش؟ شكرا لك السيد العميد، كل الدعم للناس معناها السياسيين اللي معناها في الايقاف، كل الدعم للاعلاميين اللي قاعدين معناها مطاردين من طرف التتبع القضائي. نعم، شكرا لك سيد عميد الباحث في الشؤون الامنيه والاستراتيجيه. شكرا لكم على حسن المتابعه، نتقابل ان شاء الله في لقاء خاص جديد. الى ذلك الحين نترككم في رعايه الله، وعيد سعيد ان شاء الله لكل التوانسه، وان شاء الله عيد مبروك نهايه الازمه ان شاء الله. شكرا لك.